دلوقتي بقى في مفاجأة، أنا عدي خط الاستواء خلاص. أهو العداد عمال يعد المركبة. هبدأ بقى أغير الكرسي، ببص حواليا طبعا على الشمال عشان نشوف لو في مركب موجودة ولا لأ. دايما لما باجي أعدي خط الاستواء أنا اللي بعدي. هتقلب ساوز الوقت نورس ساوز خط الاستواء، بعدين الاكويتر. في مقولة في البحر بتقول لك ايه، انك لو عديت الاكويتر لازم تكسر ازايز خمرة. طبعا كلام خايب كده، البحارة بيعملوها زمان بتعمل حفلة ان انت اللي عديت خط الاستواء، بس طبعا الكلام ده يعني خايب. وطبعا اللي بيعدي خط الاستواء يعني بيبقى محظوظ شوية ان انت بتنقل من مكان لمكان تاني خالص، من لاتيتيود للاتيتيود تاني. قطع عرض قطع عرض، بص اهي خلاص قربت اهي. انا طبعا بغير كرسي المركب كده ايه، خمس درجات خمس درجات اهو عشان ما نغيرش مرة واحدة اهو، عشان انا عايزها لما تيجي في السنتر هنا تكون موجودة. طبعا مش هينفع نشوف حاجة، فانا مزود الاجهزة، بس خلينا الاجهزة نشتغل عليها شوية. بصوا لقوا احمر، بحب اللون الاحمر بالليل شوية بيبقى واضح اكتر. فهمنا ايه اللي بيجرى، حتى خلينا عمالين نغير. ناخد خمس درجات كمان، واحد سبعة خمسة نيجي هنا. خلاص انت واخد بالك اهو، بدأت تغير اهي، بدأت تغير خلاص اهي. مفيش حاجة حوالينا، وانا ببص برضو مفيش غروب ونور كده، قايد بعيد شوية مش عارف اشوفه ولا مش هينفع اشوفه، لان طبعا الدنيا ضلمة حتى القمر مش قوي. الهيدنج بتاعنا 81 اهو، اهو خلاص قرب يحول يبقى ساوس. ناخد خمس درجات كمان، بعدين نرجع نبص تاني اهو قرب ينزل، تبقى من نورث لساوث دلوقتي من الشمال للجنوب. مفيش حاجة حوالينا، حوالينا درجات الريح، الريح معانا برضو بيزوقنا. لا ده الريح ضدنا، معلش أنا آسف، بس ماشي خلاص. قرب قرب أهي، المركب نقلت مع نفسها، مفيش حاجة حواليا ولا يمين ولا شمال. ناخد كمان خمس درجات اهو، نيجي كده ونبص برضو كده نشوف ايه اللي ماشي. تعالوا نبص بره كده، مفيش حاجة. بالليل طبعا بيبقى الجو كده ضلمة يعني زي ما انت شايف هي، بس حتة الشارت تيبل هي اللي بتبقى قايدة، غير كده مفيش حاجة قايدة تانية.
واحنا انا مزود الانوار دلوقتي وده غلط، المفروض ان الانوار بتبقى اهدى من كده كمان. لما نعدي بس هطفيها خلاص. هانت 0.0 ديسيمال 3 اهوت نورث، والمركب بدات تيجي على الخط نفسه اهوت. كورس تستير وترو كورس بتاعنا اهي بدات تجيله، فانا حسيتها كده شويه ايه لما تاخد دورانها وبعد كده الفها خالص. تعالوا نغير الكورس كده، يترو كورس نحطه هنا عشان يبقى عندي ايه شمالي اوضح شويه. اللي انا ماشي عليه ده بيتسمى نورث اب ريليتيف موشن، يعني المراية الحاجات الاهداف بتتحرك معايا وانا بتحرك معاهم وانا ثابت، بس النورث اب بتاعي شوف النورث اهو 0.4. نرجع هنا تاني خلاص قرب اهو، خد بالك بقت من 0.2 نورث، فاضل تكتين. بعد كده بروح اسجل التايم ده وبقول ان انا غيرت كورس، الترن كورس، واخد الكورس اللي انا غيرت عليه ترو كورس الجديد ونبدا نمشي بيه. سرعتي دلوقتي 8.2 اوفر جراوند، ثرو ذا ووتر 7.3 والهيدنج 1.65. بس انا ماشي حقيقي كورس اوف جراوند 1.74، مش فرق كبير يعني. المركب بدات تاخد غايتها اهو، يلا بقى عند اللحظه اللي انا مستنيها دم اهي 39 هيعد لسه. احنا ما عادش هنديها درجه خلاص، هي لفت اساسا هي كده تمام، اول ما هيلف هنا خلاص هيبقى مظبوط. اها اها يا سلام على اللحظة الجميلة. خلاص بقى خلينا هنا عشان خلاص هيقلب من نورث لساوث، وبعديت خط الاستوى لسابع مرة او اكتر. والله دايما لسه بقول للبطل انا اللي محظوظ بيها. انزل يلا يا عم خلصنا، اقلب بقى من نورث لساوث. نقلنا من الشمال للجنوب، واو ديب ساوس ساوس اهي ساوس اهي ساوس اهي، بقينا كده في الساوس. وانتهت القصة بتاعت تغيير خط الاستوى، وهي صدفة حلوة يعني انها جت في ورديتي. كان نفسي اصورها في النهار عشان يبقى اوضح شوية، بس هي جت بالليل، ويلا بالنهار بالليل مش هتفرق. ادي كده ايه المركب ظبطت وبقت في النص، وهنا بقينا ساوس 0.00.0 اقفل على كده، متشكر جدا، تصبحوا على خير، سلام عليكم.